شكرا فخامة الرئيس وأخي العزيز. أولا شكر باسمي وباسم الوفد مرافق على حفاوة الاستقبال والحرارة الأخوية اللي شعرنا بها منذ أن وطأنا أرض الكنانة، وفيما يخص تهانيك للذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة، بالطبع لا نستطيع أن نذكر الثورة الجزائرية بدون أن نذكر المساندة التي وجدناها آنذاك في الشقيقة مصر، أيام ما كانت مصر حاملة شعلة قومية وطنية العربية ودولة مساعدة لكل الشعوب الذين كانوا يسعوا للانعتاق من الاستعمار بصفة أو لأخرى. شكر لك التهاني وشكر للشعب المصري التهاني. بالنسبة للقاء نتاعنا، أنا جيت لمصر الشقيقة في زيارة أخوية أولا، ودية وتنسيقية تشاورية مع أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنعمق التشاور تاعنا في عدة نقاط اللي تهم الأمة العربية بصفة عامة، تهم المنطقة بالطبع، وتهم العلاقات الثنائية بيننا وبين الشقيقة مصر. ربما أبدأ بالعلاقات بين الدولتين، أعتقد أنها على أحسن ما يرام، ما فيش فيه تفاهم تام، فيه رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة. اليوم مصر بالتقريب في المنطقة العربية كلها هي أول دولة بالنسبة لاستيراد الجزائر مواد مصرية، حيث وصلنا إلى ما يقارب المليار دولار اللي يجي من مصر الشقيقة، ونطمح في أكثر، نطمح في ما أكثر.